إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل عبد الجواد شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأحباب، ها نحن نستقبل الليلة 17 من ليالي شهر رمضان المبارك، ها نحن نعايش ذكرى غزوة بدر الكبرى، تلك المعركة الخالدة التي انتصر فيها المسلمون الأول بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتصارا مؤزرا على أهل الكفر والشرك والضلال بقيادة أبي جهل. أيها الأحبة، لقد انتصر المسلمون الأول رغم قلة عددهم وضعف عتادهم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لقد كانت غزوة بدر الكبرى أول معركة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وكان المسلمون يومئذ قليل العدد، ضعيف العدة والعتاد، لكن الله عز وجل نصرهم نصرا مؤزرا. لقد كان شعار المسلمين الأول في غزوة بدر الكبرى، بل وفي كل المعارك الفاصلة في تاريخ أمتنا، الله أكبر، كانت صيحة النصر المبين، بها يستمدون العون والمدد والنصر والتأييد من رب العزة والجلال. الله أكبر وقعها عذب جميل، الله أكبر كأنها سر الوصول، الله أكبر قالها من قبل ذا البطل الرسول. لما تأهب جمعهم في يوم بدر للوصول، الله أكبر من جموع الظلم في كل العصور. يا أهل بدر، صدقتم في عزيمتكم وقلتم النصر من المولى سيأتينا، قلتم الموت في سبيل الله يسعدنا. فالموت يا إخوتي أسمى أمانينا، الله أكبر من ظلم يقاتلنا، الله أكبر من حشد يعادينا. قد طالما حدثتني النفس قائلة، هل استكان بنو بدر وحطينا؟ من للثكالى، من للقدس يرجعها؟ يا مسجد الأقصى سيأتي أمر بارينا. أيها الأحباب، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يرفع النداء لصلاة العشاء، ويرفع النداء فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،
محمد رسول الله. أشهد أن الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق وأذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ورفع النداء فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. والآن سيقام لصلاة العشاء، سيأمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ محمد محمود العدل. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا استقيموا اخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وفقنا الله عز وجل وأدينا صلاة العشاء هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في صلاة العشاء فضيلة الشيخ محمد محمود العدل. والآن نقوم إلى صلاة التراويح. يأمنا في الركعات الأول فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ونسوق المجرمين إلى
لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا السلام عليكم ورحمة الله.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وفقنا الله عز وجل وأدينا الركعات الأول من صلاة التراويح هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الركعات الأول من صلاة التراويح فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. أيها الأحباب، الآن نستمع إلى خاطرة التراويح، نستمع إلى هذه الكلمة يلقيها فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه، ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصناً لأوليائه وجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، لم يكن شهر رمضان يوماً شهر الكسل وشهر النوم، وإنما كان شهر رمضان عند سلفنا الصالح شهر العمل وشهر الجهاد وشهر التضحية بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل، فكان التوفيق حليفهم من الله، فكتب الله عز وجل النصر لهم يوم بدر وهم صوم، وفيه أيضا تم الفتح الأعظم، فتح مكة، مرورا بعين جالوت والقسطنطينية وغيرها، حتى جاء العاشر من رمضان، ذلكم النصر المؤزر الذي كتبه الله عز وجل لخير أجناد الأرض. كل هذا كان في شهر رمضان، وذلك لأن الصيام له تأثير بالغ في نفوس المسلمين، فهو يعودهم على الصبر، ويعودهم على الجهاد، ويعودهم على التضحية، ويعودهم على البذل، ويعودهم على تقوى الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نهيه، وتلك هي مقومات النصر التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أمر واجب يقتضي الوجوب، والتولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله عز وجل هو المخرج من كل الابتلاءات والفتن والمصائب، وإلا فلماذا انتصر المسلمون في 6 أكتوبر العاشر من رمضان؟ ألم ينتصروا لأنهم رفعوا شعار الله أكبر؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أطيعوا الله ورسوله، فالمسلمون
والرماة لما اختلفوا يوم أحد وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هزموا، لأنهم لم يمتثلوا أمر الله ورسوله، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. ثم عاتبهم الحق سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. والصوم يعلمنا الصبر ويعلمنا الجهاد، جهاد النفس. ولذلك في القرآن الكريم في قصة طالوت وجالوت، لما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يختبرهم وأن يختبر عزيمتهم وقوة إرادتهم وتحملهم، قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ففي النهاية شرب الكثير وامتثل القليل، حتى قالت هذه الفئة القليلة الصابرة المطيعة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكان الجواب من الحق سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله. فكان شهر رمضان، وإلى يومنا هذا وسيظل إلى قيام الساعة، شهر الانتصارات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم على أمتنا النصر دائما في كل وقت وحين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أتاها نودي يا موسى، نودي يا موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الساعة آتية أكاد لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسول الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضمم يدك إلى تخرج بيضاء
أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبقك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقيه اليم بالساحل يأخذه ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وفقنا الله عز وجل وأدينا صلاة التراويح هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في صلاة التراويح فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. والآن نقوم إلى صلاة الوتر. يأمنا في صلاة الوتر فضيلة الدكتور محمد طه رمضان. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله فصل لربك وانحر إن
إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله
أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة العشاء والتراويح وكذلك قضيت صلاة الوتر هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة أمنا في صلاة العشاء فضيلة الشيخ محمد محمود العدل صلاة التراويح أمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي وألقى خاطرة التراويح وصلى بنا صلاة الوتر فضيلة الدكتور محمد طه رمضان وقام بالتبليغ خلف الأئمة فضيلة الشيخ أنور حسن البياع مؤذن المسجد إخوة الإيمان والإسلام تقبلوا أطيب تحيات زميلي المهندس جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية والزملاء هشام البحراوي عمرو محمد عطا ومن غرفة المراقبة الرئيسية تقبلوا تحيات رامي عبد الباسط هشام محمد وتقبلوا أطيب تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين الآن يعود الميكروفون إلى استوديو إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بصحبة الزميلين محمد لطفي عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية وبصحبة زميلي الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مستمعين الكرام كل عام وأنتم بخير وغدا بمشيئة الله تعالى في 7:30 مساء يتجدد اللقاء فننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بصحبة الزميل السيد صالح إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الهلال الأحمر المصري يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا اتصل على 15-3-22 يصل مندوبنا لحد باب البيت رقم التسجيل الضريبي 168-51-61 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى دار السندس للأيتام المعاقين بتقول لك ساعد معنا في كفالة وتأهيل وتعليم وعلاج ورعاية أكثر من 200 طفل يتيم معاق ساهم بصدقة جارية أو زكاة المال من خلال فوري أمان مصاري بي أو تحويل بنكي اتصل بنا على 0-50-90-70-8 أو 19-712 يصلك مندوبنا رقم التسجيل الضريبي 274-250-659 رمضان كريم عليكم بنفكركم بالتبرع الشهري لأطفال الشلل الدماغي في جمعية واحد نور الحياة للتبرع اتصل على 16-139 أو التبرع على فوري وأمان رقم التسجيل الضريبي
581-965-019. الهلال الأحمر المصري يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. اتصل على 15-3-22 يصل مندوبنا لحد باب البيت. رقم التسجيل الضريبي 168-51-61. وزارة الأوقاف المصرية صك الإطعام لعام 2023 يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات، يكفي أسرتين، قيمة الصك 300 جنيه. للتبرع 0-46-70-20-20 أو من خلال البنوك التالية: البنك المركزي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، البريد المصري وفوري. كما يمكنكم التبرع بوزارة الأوقاف ومديرياتها في جميع المحافظات. يا باغي الخير أقبل. الزكاة ركن من أركان الدين، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بادر بإخراج زكاتك وبإخراج صدقاتك على قدر ما تريد أن يعفو الله عنك. اتبرع بزكاتك عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهاتف. كل باب خير وراء مصر الخير. رقم التسجيل الضريبي 530-700-166. الهلال الأحمر المصري يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. اتصل على 15-3-22 يصل مندوبنا لحد باب البيت. رقم التسجيل الضريبي 168-51-61. بنك الشفاء المصري بيساعدك تنقذ حياة إنسان محتاج لطرف صناعي أو جهاز غسيل كلوي أو عملية قلب مفتوح أو مياه بيضاء أو علاج شهري. اتبرع بزكاتك أو صدقتك لبنك الشفاء المصري على حساب 3637 في جميع البنوك المصرية أو عن طريق إنستا باي أو فوري، أو اتصل ب 16060 ليصلك مندوبنا. رقم التسجيل الضريبي 720-899-745. صدقتك وزكاتك مع مؤسسة إكرام، اتصل على 170-47 وخلي تبرعك مع مؤسسة إكرام بوصلة ماء أو حفر بئر أو إطعام الطعام أو وقف نخيل أو فدان الخير وغيرها كتير من الصدقات. للتبرع اتصل على 170-47 بسعر المكالمة العادية يصلك مندوبنا. رقم التسجيل الضريبي 704-324-768. أنا بشكر كل اللي تبرعوا لمستشفى الكبد المصري. في العشر سنين اللي فاتوا عالجنا مئات الآلاف من المرضى غير القادرين، وبإذن الله بفضل تبرعاتكم هنعالج المزيد في التوسعات الجديدة في المستشفى لصالح مرضى أورام الكبد والعناية المركزة وكبد الأطفال. اتبرع لجمعية رعاية مرضى الكبد على حساب 606-606 بجميع البنوك المصرية، أو اتصل على 16-4-99 يصلك مندوبنا لحد البيت. صدقتك وزكاتك مع مؤسسة إكرام، اتصل على 170-47 وخلي تبرعك مع مؤسسة إكرام بوصلة ماء أو حفر بئر أو إطعام الطعام أو وقف نخيل أو فدان الخير وغيرها كتير من الصدقات. للتبرع اتصل على 170-47 بسعر المكالمة العادية يصلك مندوبنا. رقم التسجيل الضريبي 704-324-768. مستشفى برج العربي الجامعي بيعالج أطفالنا من السرطان بالمجان تماما، ويحتاج الدعم منكم كي يستمر. تبرع لجمعية مستشفى سرطان أطفال إسكندرية على حساب 3939 بالبنك الأهلي والسي آي بي. رقم التسجيل الضريبي 65-822-6746. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. هل استعمال الحقنة في الوريد أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يبطل الصوم بالحقن الوريدية أو التي في العضل
سواء أكانت للعلاج أو التقوية، لأن شرط فساد الصوم أن يصل الداخل الشيء الذي نأخذه إلى الجوف من منفس طبيعي معتاد مفتوح ظاهرا حسا كما يقول الفقهاء، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، وإنما تمشي في العروق ولا تدخل من منفذ طبيعي، فوصولها إلى الجسم إنما هو عن طريق المسام، فيكون غير مفسد للصوم. إذن الحقن الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية لا تفسد الصوم، والله أعلم. آمن إليك تضر دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.